برشا اللي نجيب حديكم القروين, ومش للمرة الأولى نجيب حديكم. هوني العرض اليوم عرض جديد الحقيقة, مازلت كي بدينا نحضروا فيه أو عنا 3 شهور. اليوم باش يتكون خليط, معناتها يشبه اللي كان لينا الحقيقة, فيه الموسيقى الأوبرالية بالأساس, باش تسمعوا أغنية لأندريا بوتشيلي, باش تسمعوا أغنية البافاروتي, باش تسمعوا برشا حاجات هكا, باش تسمعوا زادة إعادات كما الهدي جويني, باسكو قلنا الجو الرمضاني ماذا بينا زاد نمسوا أغاني تونسية بحتة, فبتلقاو إعادات مثلا الموسيقى التونسية نتاعنا كما المالوف, كما الموسيقى التونسية الهدي جويني مثلا, زاد كيف كيف بطريقتي الخاصة. وأكيد يعني النصيب الأسد مش يكون الأغنياتي, يعني كل يعرفوهم الناس كل كما قدوس ترماد وطاير وغيرهم, فولا هذا كل في مع موسيقيين من أعلى طراز الحقيقة. في حنبرشا يكون معايا عمر الواعر مثلا كموزع, راس مدمق, محمد خشناوي إلى آخره, فولا إن شاء الله تعمل معايا برشا جو, وكما أنا فرحان اللي جيت بحديكم, وكبش عطيه سهرية مزيانة برشا. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة FM.